جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول لي صديق يثق بشخص آخر ويظنه صديقا له، وأنا أعرف أنه يتكلم عنه وأنه يستغله، هل أقول لصديقي عنه أم أعتبره مستغيبا له؟ أرشدوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. إذا رأيت من هذا الشخص ضررا على أخيك المسلم فإنك تنصحه وتبين له هذا الضرر، وأن هذا الرجل ليس بناصح له، وأنه يريد استغلاله لمصالحه ويريد الإضرار به. هذا من باب النصيحة للمسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم.